ويسعدني ان يكون معايا الفنانه التشكيليه منار هشام. بقول لك طبعا مليون مبروك على اللوحه الجميله دي. ربنا يخليك جدا، ربنا تسلم. انت مستخدمه طبعا اللون الاسود بس في اللوحه. هي اللوحه عباره عن لوحه فحم، مستخدمه خامه الفحم وكده، واللوحه بتتكلم عن ان كل انسان بيبقى ليه طريق معين، بيبقى مختلف عن الانسان التاني طبعا، والالغاز دي بتبقى معبره عن ان هي متاهات ومشاكل بتبقى في حياه كل انسان وكده، وزي ما في الغاز ومتاهات وكده في حلول، يعني زي ما يكون في مشاكل ومتاهات والغاز في حياه كل انسان ومختلف عن التاني في حلول برضو، بس وانا مستخدمه خامه الفحم. هل بترسمي بالفحم بس ولا بتستخدمي الالوان العاديه؟ لا، بستخدم خامات كتير، بستخدم سوفت باستل وزيت والوان ميه، برسم بخامات كتير جدا. لقيتي انه الفحم يعني افضل للتعبير عن الحاله اللي انت عايزه توصليها من خلال اللوحه؟ حسيت ان الفحم اللي هو بقدر اتحكم فيه وبعمل بيه حاجات كتيره، يعني افكار كتيره ممكن تكون صعبه اعملها بالالوان، فبتبقى سهله ان انا اقدر اتحكم بيها بالفحم. شكرا، بالتوفيق. ربنا يخليك.